جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول زوجها يعمل من السادسة صباحا حتى العاشرة ليلا، وكذلك يوم الجمعة ما عدا وقت الظهيرة يأتي للغداء ثم ينام ويخرج في الثالثة عصرا، فيترك لي مسؤولية تربية الأطفال وتوجيههم وتعليمهم، وحتى وقت مرضهم أخرج وحدي إلى الطبيب بهم، فهل علي ذنب في هذا الخروج؟ وهل عدم مشاركته لي في هذه الأمور يؤثر على تربية الأطفال؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان هذا الزوج محتاجا للعمل والكسب من أجل الإنفاق على نفسه وعلى أولاده فهو مأجور، لكن بشرط أن يحافظ على الصلوات في مواقيتها وصلاة الجمعة مع المسلمين، ثم يشتغل في بقية الأوقات وهو مأجور في هذا إذا كان قصده كفاية نفسه وكفاية من يمونه. وأنت أيضا على أجر إذا تعاونت معه فقمت بتربية الأولاد والقيام بحاجتهم والذهاب بهم إلى الطبيب إذا احتاجوا إلى ذلك، أنت مأجورة على هذا، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى. لكن عليك عند الخروج بآداب الإسلام، التزام آداب الإسلام بالحجاب والستر وعدم الاختلاط بالرجال والحذر من الفتنة. يجوز الخروج بهذه الشروط من أجل الحاجة والتعاون مع الزوج في مهمته. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لكن العمل شيخ صالح بهذه الطريقة المتواصلة من السادسة صباحا حتى العاشرة من الليل، هل ترون أن هذا يكون صحيحا 100%؟ ربما أنه محتاج إلى هذا، ربما أنه محتاج إلى هذا، إذا كان دفعته الحاجة إلى هذا الشيء فإنه مثاب على ذلك. نعم. وإذا كان الهدف الاستكثار من هذه الدنيا وزخارفها ومتاعها، على كل حال هذا مباح، العمل مباح. نعم. ولكن المشقة على النفس إلى حد لا تتحمله هذا غير مرغوب فيه. على الإنسان أن يعطي نفسه حقها من الراحة، إن لنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. نعم.